المرجع السيد محمد صادق الشيرازي دام ظله. أشكر كل من أقام الشعائر الحسينية المقدسة بأي شكل كان وفي أي مكان بالعالم، سواء في الحسينيات أو المساجد أو التكايا أو في الشوارع أو في الأرصفة، حيث ذكروا لي أنه في بعض بلدان الخليج لم يكن لبعض المؤمنين حسينية أو مسجد، فنصبوا خيمة على الأرصفة وأقاموا فيها العزاء الحسيني بدون أي مضايقة أو أي منع من حكوماتهم. كما أشكر كل الذين بذلوا الجهود والزحمات من بذل للأموال وغير ذلك، وقد دعوت الله لهم وسأدعو وأظل أدعو لهم. كذلك أشكر الذين أوصلوا الشعائر الحسينية المقدسة ونقلوها إلى الملايين من الناس في أطراف العالم، وهم أصحاب القنوات الفضائية الشيعية، فهم بهذا العمل قد قاموا بتبليغ الشعائر والقضية الحسينيتين المقدستين. وفي القرآن الكريم نقرأ قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ. فحقيقة إن عمل القنوات الفضائية الشيعية بإيصالها للشعائر الحسينية المقدسة هو نوع من التبليغ الذي هو ليس عمل مستحب فقط، بل هو واجب كفائي بإجماع كل فقهاء الإسلام وليس فقهاء التشيع فقط. وهذا التبليغ بكى له مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكرارا، وذكره الله تعالى إلى جبرائيل عليه السلام قبل أن يخلق الخلق كله، وهو تبليغ أبلغه الله تعالى إلى آدم عليه السلام عبر جبرائيل عليه السلام، وبكى له آدم.